بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنحيي جميع المتابعين والمشتركين على قناة سفيرة طبخ المغربي. واقتراح اليوم عبارة عن معسلة رمضانية سهلة جدا، اقتصادية وهماوية، لا في الشكل ولا في المذاق. غنحضروها بدون قلي، بدون ورقة البسطيلة، وكذلك بدون ورق الفيلو. كتجي مقرمشة مورقة معلكة ولذيذة بزاف. كذلك غنشارك معكم الطريقة الصحيحة باش كنحتفظوا بها مدة طويلة وكتبقى محافظة على القرمشة والتعليكة بحال عاد حضرناها. فابقوا مع الفيديو للأخير باش تعرفوا على مراحل التحضير. بسم الله على بركة الله. اولا غادي نحضروا العجين اللي غادي نحتاجوا ليه 700 غرام من الدقيق الابيض. الدقيق ضروري خاصو يكون نوعيه جيده خاصه بالحلويات، وضروري خاصو يكون مغربل. غادي نضيفوا ليه نصف ملعقه صغيره من الملح لموازنه الذوق، وغادي نضيف ملعقه كبيره من السكر حبيبات او السكر سنيده. غادي نضيف كذلك كيس واحد من خميره الكيميائيه او خميره الحلويات من فئه 8 غرام. وغادي نضيف بيضه كامله، من الافضل تكون بدرجه حراره المطبخ، وهنا البيض كيعطيني تماما نفس القوام ديال ورق الفيلو. غادي نضيف نصف كاس من الزيت النباتي ما يعادل 75 مللتر، وغادي نضيفو كذلك نصف كاس من ماء الزهر. الا ما كانش متوفر عندكم غادي تعوضوه بالكيس ديال زهره البرتقال. صافي، وغادي نجمع هاد المكونات جيدا مع بعض. عاد من بعد غادي نضيفو الماء بالتدريج. هنايا عندي الماء بارد يعني من الصنبور، كنضيفوه بالتدريج، ما نضيفوش دفعه واحده باش ما كنتحصلوش على واحد العجين اللي كيجينا رخو. حنا ضروري خاصنا نتحصلوا على واحد العجين اللي كيكون متماسك، ما خاصوش يكون صلب بزاف ولكن متماسك، وكندلكوه واحد الدلكه خفيفه فقط حتى كنتحصلوا على قوام اللي كيجي بهذا الشكل، عجين ما كيلتصقش باليدين وقابض في راسو. غادي نوضعو في واحد البلاستيك غذائي وكنخليه كيرتاح. قد ما ارتاح غادي يعطينا الطوع وغادي يسهل علينا الخدمه من بعد. في هذا الاثناء غادي نحضروا الحشوه. غادي نحتاجوا لها 700 غرام من الكاوكاو او الفول السوداني. الا توفرتوا على الكاوكاو اللي كيكون بالقشور ديالو غادي يكون من الافضل، هذاك كيكون المذاق ديالو لذيذ بزاف. انا فقط غير بغيت نربح الوقت، هذا علاش استعملت هذا مفسخ وكيكون عندي واجد. غادي نوضعو في الفرن، غادي نخليه حتى كيتحمر قليلا فقط، ما نحمروهش بزاف لانه مازال غادي يكمل الطهي ديالو في الفرن. وكنتحصلوا على كاوكاو اللي كيكون بهذا الشكل، نخليه غير ذهبي، ما نحمروهش بزاف. من بعد كنخليه حتى كيبرد ليا تماما، عاد غادي نطحنو. انا هنايا غادي نقسمه لقسمين، نص غادي نطحنو يعني تقريبا ما بين مسحوق وما بين مجروش، غادي نطحنو واحد شي شويه بحيث انه هذوك القطع ديال الكاوكاو كيبقاو باينين غير شي شويه كيف ما كتلاحظوا على هذا الشكل. مباشره غادي نوضعو في واحد الاناء، وبالنسبه للنصف المتبقي فغادي نطحنو، ولكن غادي نخلي القطع ديال الكاوكاو كيبقاو ليا باينين على هاد الشكل هكذا، باش ملي كنكونو كناكلو في هاد الحلوه كنميزو هادوك المكونات اللي حضرناهم بها. غادي نوضعو كذلك في اناء. من بعد غادي ناخذو كاس ديال السمسم او لا الزنجلان. الزنجلان هنايا عندي محمر تقريبا واحد 150 غرام. غادي ناخذ نصف فقط والنصف الاخر غادي نحتفظ به جانبا. هاد النص ديال الزنجلان غادي نضيف ليه جوج ملاعق كبيره ديال السكر حبيبات وغادي نطحنوه. بالنسبه للسكر ما كنضيفوش واحد الكميه كبيره لانه مازال الحلوه غادي نعسلوها في العسل، فلهذا باش كنحافظوا على هذاك التوازن ما نضيفوش السكر بواحد الكميه كبيره. انا هنا الزنجلان طحنته بهاد الطريقه، تقدروا طحنوه اكثر من هكذا حتى كتحصلوا تقريبا بحال الشكل ديال املو. ومباشره غادي نوضعو في الاناء مع باقي المكونات. غادي نضيف كذلك النصف المتبقي ديال الزنجلان، غادي نخليه بهذه الطريقه باش كنتحصلوا على واحد القرمشه في الحشوه. غادي نضيفو قبصه ملح لموازنه الذوق، وغنضيف ملعقه صغيره من القرفه، واللي كتعجبو القرفه ممكن يضيف اكثر. غنضيف كذلك نصف كاس ديال الزبده المذابه، من الافضل الزبده تستعملوا نوعيه جيده باش كتحصلوا على مذاق اللي كيكون جيد. ثم من بعد غادي نضيف واحد الملعقه كبيره ممتلئه من الجليكوز، الا ما كانش متوفر عندكم غادي تعوضوه بملعقه كبيره ونصف من المربى اللي كيكون خاص بالحلويات. هنا الدور ديال الجليكوز اولا المربى كيخلي هاد الحشوه كتجينا معلكه بزاف، وفي نفس الوقت ملي كندخلوها للفرن ما كتيبش لينا وكتكرم.
من بعد غادي نجمع هذه الحشوه كلها مع الزهر. هنايا عندي نصف كاس ديال المزهر تقريبا، غادي نضيفه كله على دفعات. وهنايا الحشوه نتوما كيبقى لكم الاختيار، بغيتوا الحشوه تجيكم معلكه بزاف ومجموعه، اولا يعني تكون ما بين المجموعه ومفته. انا هنا صراحه خليتها ما بين مجموعه ومفته على هذا الشكل، ملي كنجمعها بايدي كتجمع، ولكن في نفس الوقت راه ما مجموعاش 100%. غادي نحتفظوا بهذه الحشوه جانبا، وغادي نمروا باش نحضروا العجين. هنا العجين من بعد ما كيرتاح، يعني الوقت اللي كنحضروا فيه الحشوه كيرتاح وكيعطينا الطوع، وصراحه هذا العجين كيجي رائع جدا بفعل. هذيك البيضه اللي ضفناها كتخلي هذا العجين القوام ديالو زوين بزاف، وغتلاحظوا من بعد بانه ملي غادي يطيب كيعطينا نفس القوام ديال الورق الفيلو، وحتى في الخدمه ديالو ما كيعذبش نهائيا، يعني واحد العجين اللي كيجي مطاوع. غادي نمددو قليلا، ثم غادي نقطعو النصفين اللي كيكونوا متساويين، وكل نصف غادي نقطعو لثلاث كرات اللي كيكونوا متقايسين، وكل كره غادي نقطعها لاثنين، يعني في المجموع غادي نتحصل على 12 كره، وضروري هاد الكرات كلهم خاصهم يكونوا متقايسين. من بعد في واحد الصينيه غادي نرش جيدا بالنشا اولا المايزينا باش ما كيلتصقش ليا العجين ملي كنوضعو. صافي، وكناخذ كل كره غادي نلولبوها جيدا، نعطيوها شكل كروي، وغادي نوضعها في الصينيه. وبنفس الطريقه غادي نكمل الكميه كلها اللي عندي ديال الكرات. من بعد غادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي، غادي نخليهم كيرتاحوا فقط قليلا، غير واحد 5 ديال الدقائق، باش من بعد كيسهل عليا انني مددهم. كناخذوا اول كره، وضروري سطح العمل كنرشوه جيدا بنشا، هاد النشا هو اللي غادي يخلينا هاد الطبقات ديال العجين كلهم كيتورقوا اثناء الطهي. غادي ناخذ اول كره وغادي نمددها بواحد السمك اللي كيكون ما بين الرقيق والمتوسط، ما نمددوهاش بزاف لانه مازال من بعد غادي نمددوهم. انا هنا غادي نمددها على الشكل ديال اللاطه او الصينيه اللي غنطيب فيها هاد الحلوه، الصينيه اللي عندي الشكل ديالها مستطيل، فلهذا الا عندكم نتوما صينيه مربعه اولا المهم غادي تمددوا على حساب الشكل ديال الصينيه اللي غتكون عندكم. كناخذ واحد الصينيه فرشت ليها منديل، وكنرش عليها نشا، وغادي نوضع اول قطعه عجين، وغادي نرشها جيدا بالنشا. فهنا النشا غادي يلعب ليا الدور ديال التوراق، هو اللي غادي نورق به هاد الطبقات كلهم اللي عندي. غادي نحتفظ بهاد القطعه جانبا. كناخذ ثاني كره كذلك كنرشو جيدا بالنشا، وغادي نمددها بنفس القياس ديال الكره الاولى اللي مددناها. من بعد غادي نوضعوا الكره الثانيه اللي مددناها على القطعه الاولى ديال العجين، وضروري كنقادو هاد القياسات، ضروري خاصهم يكونوا قد قد هاد القطع ديال العجين، الا ما كيجيوش قد قد كنبقى كنمددهم فقط بايديا. وضروري ما بين كل قطعه عجين كنرشو جيدا النشا. وبنفس الطريقه غادي نكمل الكميه كلها اللي عندي ديال الكرات، يعني 12 كره غادي نمددوها كلها بنفس القياس، وكنوضعوا وحده فوق وحده، ودائما ما بين كل طبقه وطبقه كنرشوا جيدا بالنشا. من بعد غادي ناخذ هاد الطبقات كلهم ديال العجين، غادي نوضعهم فوق سطح العمل، غادي نرش قليلا بالنشا. هنا غادي نمدد، هنا الطريقه اللي غادي نمددوا بها مهمه جدا، كتاخذوا المدلك وكتبداو من الوسط وانتم كتضغطوا على العجين. الا جيتوا ومددتوا العجين من الاول كونوا اكيد انه هذوك الطبقات كلهم ما كيبقاوش مقادتين، يعني كلهم كيتخربقوا، كتولي وحده مفاوته مع الاخرى. هذا علاش غادي نضغط في الاول جيدا من الوسط، وانا غدا للجوانب كنمشي بالطول وكنمشي بالعرض. ملي كنتاكد بانه صافي العجين ثبت وتقاد ليا، عاد كنبدا كنمدد، وهنا فيما كيبانوا ليا هذوك الطبقات ما مقادتينش كنعاود نقادهم بايدي. صافي، بنفس الطريقه غادي نكمل حتى غادي نمدد هذا العجين كله اللي عندي. غادي نمدده اولا بالطول، انا غادي نمدد بالطول اكثر من العرض على حسب الشكل ديال اللاطه اللي عندي، عاد غادي نمدد واحد شي شويه بالعرض. والسمك كنخليوه دائما رقيق بزاف. من بعد كناخذوا الصينيه وكنتراسي عليها هاد العجين باش كيجيوني هذوك الحرابل كيجيوني كلهم مقادين. بالنسبه لهاد الجوانب ديال العجين بطبيعه الحال راه ما كيضيعوش، حتى هما غادي نعمروهم وغادي نوضعوهم. وقبل ما كنبدا ضروري الصينيه اللي غادي نخدموا فيها غادي ندهنوها جيدا بالزبده، وغادي نوضعوها جانبا.
من بعد كناخذوا الحشوة. انا هنا باش كنسهل عليا هاد العملية حربلتهم من قبل صافي، وكنوضعهم بهاد الطريقة وكنبقى كنقاد. يعني الحربول ضروري خاصو يكون كله مقاد، ما تجينيش واحد البلاصة فيها حشوة كثيرة وبلاصة فيها حشوة قليلة، هكا باش ملي كنحربلو هذاك الحربول كيجيني كله متناسق. هنا بالنسبة للحشوة راه بطبيعة الحال ممكن انكم تستبدلوا هاد الكاوكاو بأي مكون عندكم على حسب الإمكانية. انا فقط بغيت نشارك معكم حشوة اللي سهلة اقتصادية وفي نفس الوقت كتجي لذيذة بزاف. صافي هنايا غادي نحربل هاد الحربول، وكيف ما لاحظتوا غير الوراق راه كلهم كيجيو رقاقين بزاف، يعني بحال خدمناها بورق ديال الفيلو. غادي ناخذ القليل من الماء وغادي ندهن به شويه العجين هكا باش ملي كنحربلو هاد الحربول كيلتصق لينا مع الجهه المقابله باش ما كيتحلش لينا في الفرن. صافي من بعد غادي نقطع بالقطاعه وغادي نزيد غادي نحربلو هاد العجين على الطرف الاخر باش دائما هذيك السده كتجينا من التحت. صافي وغادي نوضعه في الصينيه، وبنفس الطريقه يعني بلا ما نطول عليكم الفيديو بنفس الطريقه غادي نكملوا الكميه ديال العجين كله اللي عندي. وكيف ما لاحظتوا تحصلت هنا على 11 الحربول عفوا، وبالنسبه للقياس ديال الصينيه فهو 30 على 40، يعني ما شاء الله راه تخرجت لنا واحد الكميه اللي كبيره. من بعد كنقطعوا من الوسط هنا باش كنتحصل على قطع اللي كيجيوني مقادين ومتناسقين. كنبدا اولا من الوسط عاد كنمشي للجوانب صافي، وكنستمر بنفس الطريقه حتى غادي نقطع هاد الحرابل كلهم اللي عندي بنفس القياس. من بعد غادي نحتاجوا الزبده مذابه. انا هنا استعملت الزبده ديال العلبه، استعملت نصف علبه يعني 125 غرام ديال الزبده، وباش كنعطيها واحد المذاق افضل زدت ليها ملعقه كبيره ممتلئه من الزبده سبيسيال اولا الزبده ديال العبر، هكذا غير باش كنعطيو لهاد الزبده واحد المذاق اللي كيجي جيد. من بعد غادي ندهنوا هاد الحرابل جيدا، ولكن كنركزوا بالضبط على الاماكن اللي قطعناهم هكذا باش الزبده كتدخل لينا لهداك العجين، وملي كندخلوه الفرن كيتورقوا لينا هذوك الطبقات كلهم اللي حضرناهم من قبل. فهاد الاثناء الفرن كيكون ساخن جدا، طريقه الطهي مهمه جدا. الفرن كنشعلوا عليه قبل بواحد 10 ديال الدقائق حتى كيسخن لينا مزيان، عاد كندخلوا لهاد الصينيه الرف العلوي والنار من الاسفل. النار ضروري خاصها تكون منخفضه جدا، يعني بحال كنطيبوا الصابلي تماما، تكون منخفضه جدا باش هاد البقلاوه كلها كطيب لينا، وحنا عندنا غرض انها طيب من الداخل، حنا ما بغيناهاش تقرمش من على برا وتحمر، ولكن الداخل تبقى عندنا العجينه خضراء. ضروري النار تبقى منخفضه بزاف، كنخليهم حتى كيطيبوا على خاطرهم عاد كنهبطوهم من الاسفل والنار من الاعلى حتى كيتحمروا لينا بالضبط. انا هنا خداو معايا ساعه و10 ديال الدقائق، عندي فرن ديال الغاز، ومده ديال الطهي راه كتختلف على حسب كل فرن. مباشره ملي كنخرجوها وهي مازال ساخنه غادي نضيف ليها العسل. انا هذا العسل الفايت اللي شاركته معكم حضرت العسل اللي كيجي من السم صراحه، وعطاها واحد المذاق رائع جدا. الا ما متوفرش عندكم غادي تعوضوه بالقطر اولا الشربات. هنا كنوضع واحد الكميه مهمه من العسل لانه من بعد غادي تشرب ليا هذا العسل كامل اللي وضعته، وكنخليها حتى كتشرب ليا تماما. الا قدرتوا تخليوها ليله كامله غادي يكون من الافضل، ما قدرتوش خليوها غير واحد الساعه حتى لساعه ونص باش كتشرب لينا مزيان وكتعلق مزيان من الداخل. وكان هذا هو الشكل ديالها، صراحه كتجي رائعه جدا. هنا غادي ندهنها بالقليل فقط من العسل باش كيتبس عليها التزيين اللي غادي نوضعو من بعد. صافي وكنوضع القليل من كاوكاو كونكاسيل اللي فايت ليا وحمرته من قبل. وهذا هو الشكل ديال الحلوه ديال اليوم، كتجي مورقه مقرمشه معلكه صراحه ولذيذه بزاف. وهاد العجينه راه كيجي تماما بحال حضرنا هاد البقلاوه بالورق ديال الفيلو، كيف ما لاحظتوا التورق راه كله باين. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ فهي سهله جدا، كنوضعوها في واحد العلبه اللي كتكون محكمه الاغلاق، وما بين كل صف وصف ديال الحلوه كنوضع ورق ديال الطهي باش كتبقى محافظه ليا على هذيك القرمشه والتعليكه اللي كتكون فيها، وكنوضعوها في المجمد. غادي يكون من الافضل لو انكم توضعوا هذه الحلوه في علب فرديه هكذا باش في كل مره ما نبقاوش نحلوا العلبه، في كل مره الا حليناها كتفقد لينا هذه الحلوه القرمشه والتعليكه. فانا ما كانوش متوفرين عندي، هذا علاش وضعتها في علبه واحده.
كانت هذه هي وصفة اليوم، كنتمنى انها تنال اعجابكم. جربوها، خليوا لي ارائكم في التعليق، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم مع وصفة جديدة. الى اللقاء.